رسائل عدة يحملها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في زيارته إلى إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية بدأها من تركيا مع دخول الحرب على قطاع غزة شهرها الرابع. وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن بعض تلك الرسائل، فإن بلينكين سيطلب من المسؤولين في تل أبيب السماح لسكان شمال قطاع غزة في مراكز الإيواء بالعودة إلى مناطقهم رغم الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي هناك. طلب آخر سيطرحه الوزير الأمريكي في تل أبيب بضرورة أن يعدل جيش الاحتلال من أسلوب عملياته العسكرية في شمال القطاع، خاصة في المناطق التي يسكنها المدنيون دون تعريض قوته للخطر. وبالحديث عن العمليات العسكرية، كشفت صحيفة يدعوت أحرانوت في تقرير لها أن أحد أهداف بلينكين الرئيسية من الزيارة هو ضمان انتقال إسرائيل إلى المرحلة التالية من الحرب، وهي المرحلة الثالثة الأقل حدة، والتي تتركز على شن غارات محدودة ومركزة على أهداف تابعة للفصائل في شمال غزة. أهداف بلينكين من زيارته الخامسة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي تتمحور ما بين عسكرية وإنسانية، لكنها بالأساس جزء من هدفه الرئيسي من جولته الحالية بالمنطقة، وهو تفادي توسع رقعة الحرب في غزة. فهل ينجح الوزير الأمريكي في تحقيق أي من أهدافه؟